يعني النهارده كانت المباراة في المتناول، يعني كان ممكن الزمالك يخرج بثلاث نقاط. يعني النهارده لو الزمالك خسر كنا هنقول الطيارة وغصب عنهم وما اتمرنوش وكذا، انما انا بشكرهم من هنا من طبعا خلال برنامج اللعيب، بشكر كل اللعيبه والجهاز ورئيس البعثه ان هم ادوا مباراه جامده جدا، كمان مباراه حلوه. يعني هم اللي كانوا مسيطرين يعني 65% بالنسبه للمباراه كاستحواذ وك على المرمى، ولغايه دي اخر ثانيه في المباراه كان ممكن نكسب اخر ثانيه، ده اكبر دليل. وكان برضو الجو وحش جدا ورغم ذلك لعبوا لاخر ثانيه برغم الطياره اتاخرت وقعدوا 24 ساعه، طلعوا الساعه 7 وصلوا الساعه 8 تاني يوم، يعني 25 ساعه بالظبط في السفر. فده كل ده يثبت ان لعيبه الزمالك لعيبه كويسه ولعيبه رجاله، فانا بشكرهم جدا. المباراه في مجملها ان نادي الزمالك كان بيلعب بروح عالية جدا جدا عشان يقول للناس كلها انا ما عنديش اي ظروف توقفني، ما عنديش اي شماعات توقفني، انا هلعب المباراة وهسعد جماهير الزمالك. التعادل يمكن يكون مش في صالحنا قوي، ولكن برضو نقطة كويسة. احنا السنة اللي فاتت يا مهيب ما كناش اول المجموعة لغاية قبل الدور الثاني، الدور الثاني بين اول مجموعة، فالبونتين دولت مع اي مكسب هنا في مصر 5 بونت ممكن تخش او تاني او اول، فدي حاجه جميله جدا جدا. طيب هل هناك علامات استفهام على مستوى اداء سيد زيزو بن شرقي؟ لا، انت شفت الارض طبعا، انت شفت الارض عامله ازاي، الارض وحشه جدا جدا، ورغم ذلك عملوا ماتشات كويسه، زائد الارهاق برضو لان زيزو وبن شرقي هم ومعاهم دول اللي بيصنعوا الفارق، يعني اه عشان كده هم اللي يفرقوا، هم اللي يخلوك في الاجواء دي يخطف جون، هو ده اللي يعمل لك كوره. ما هو ده اللي انا هقول لك بقى، ان احنا مستنيين منهم حاجه كبيره جدا. يعني اما يكون بن شرقي وزيزو بيلعبوا يبقى احنا محتاجين كل واحد منهم يعمل جول اسيست يا اما يجيب جول، الاثنين احنا رامين عليهم حمل كبير جدا زي ساسي طبعا. ولكن اما يكون ما بيجيبوش جوال وما بيعملوش اسيست تحس ان هم كانوا بعيد عن مستواهم خالص، لان احنا حاطينهم في حته كبيره قوي، فده اللي بنبص لهم في الحته دي. ان مثلا زي مثلا كنت بلعب في الزمالك اما ما بجيبش جول انت النهارده كنت مالك في ايه؟ مع ان انا لعب ماتش كويس وممكن تكون مثلا كنت بحطه كويس. ولكن زي هديك مثلا بطارق يحيى، طارق يحيى لو ما رفعش حاجه او ما جابش جول يقول لك ايه؟ تخين شويه. اول ما يجيب جول او يعمل اوفر حلو ونجيبها جول يقول لك طارق النهارده خاسس قوي، هي المباراه يعني الشوط الاول يقول كده الشوط الثاني. فاحنا ساسي وزيزو مستنيين منهم حاجه كبيره قوي، تمام. فما اول ما يحس ان احنا مش ما فيش اسيست وما فيش اهداف نقول له النهارده مالهم، فاهمني؟ عشان هم عندنا حاجه كبيره، تمام. فالنهارده عملوا مجهود قوي جدا جدا، اوباما النهارده كان مميز قوي وبالذات في اخر كوره. الخط الدفاع بتاعنا يعني بشكرهم قوي قوي على الاخلاص ومبروك لجنش العوده الحميده ديت، النهارده جنش لله عمل تيك اوف كسبنا كده. شفتها الكوره يعني اخر واحده، هو لا اخر جاي. كوره انا جاي، لا في كوره اتشطت عليه طار كده في الهواء، بس حاجه هي علت شويه، هي علت بس هو طار الطيره بتاعته تحسسك ان هو مستعد. عندك جنش اتنين حراس مرمى كبار، وان شاء الله ده حارس مرمى كبير جدا ويرجع ان شاء عندك الله. ما شاء الله عندك ثلاث اربع جوال دلوقتي وعواد. بقول لك يرجع عواد ان شاء الله، يبقى عندك ابو جبل وجنش وعواد كويسين. طيب النهارده انا سعيد بلعيبه الزمالك، سعيد بالاداء جدا جدا. اي نعم كان نفسنا نكسب، ونتيجه حتى المولوديه والترجي كانت صالح الزمالك النهارده بشكل كبير، عشان الولاد عملوا مجهود قوي جدا. صدقنا مهيب والله موضوع الطياره ده كل الناس كانت قاعده مستنيه هزيمه الزمالك. ليه؟ طول عمر الزمالك كده، مش بالفلنه ومش بالروح، هو حصل له مشكله لازم يتغلب. صدقني النهارده اللعيبه اثبتت ان اللعيبه دي كويسه ان شاء الله باذن الله. وخلي بالك الاهلي والزمالك اتعثروا، لكن ان شاء الله باذن الله الاهلي والزمالك في النهائي. بس النبره ما شاء الله بقت حلوه. طبعا النهارده عامل ماتش كويس قوي، مبسوط. والماتش الاولاني يا جمال عاملين ماتش نكسب طبعا. عايز اقول لك المولوديه، لا طبعا نكسب هنا 3 4 لا باركت له على رئيس قطاع الناشئين في النادي. صحيح انا عرفت، اصل انا بعيد عن السوشيال ميديا فعشان كده ما اعرفش. مبروك بالتوفيق، مش عايز ناشئ تحت 70 سنه مش عايز ناشئ تحت 90 سنه. انت تنورنا والله العظيم، مسؤوليه كبيره، ده كانت مسؤوليه كبيره جدا، ده الموضوع صعب قوي قوي. هتطلعوا لعيبه